هنتكلم على جزء محدد بس اللي هو في الدافج اللي هو اسمه الكترو سيرجيكال يونت او باللغه العربيه جهاز انتاج جراحه الكهرباء. الجهاز دوت احنا دايما بنلاقيه في العمليات. استاذكم بس يعني طبعا دي اخر محاضره والناس تعبانه فعايزين نحب نتفاهم مع بعض. في حد قبل كده سمع عن الدافج؟ طبعا كلنا طبعا سمعنا عن الدافج. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن نقط مهمه. هلخص النقط دي في ثلاث نقط اساسيه. النقطه الاولى ايه هو الجهاز الدافج؟ الحاجات المهمه فيه ازاي بيشتغل؟ والجزء الثاني ازاي اعمل له صيانه؟ الجزء الثالث السيفتي، ودي تعتبر اهم نقطه بالنسبه لي. انا كدوري كمهندس اجهزه طبيه تمام، مش دوري الصيانه فقط. حد ممكن يعرف ايه ممكن دوري اعمله ثاني؟ ايه لازمه المهندس الاجهزه الطبيه؟ اصعب الحين ايه الحل اجهزه الموضوع؟ سيفتي تمام. ايه تاني؟ حافظ على الجهاز تمام. ايه تاني؟ التدريب اللي هيشتغل عليه ازاي؟ التدريب حاجه اساسيه جدا طبعا. وعلى فكره موضوع التدريب ده يعتبر اهم جزء كمان، لان ممكن حد لو استخدم الجهاز بصوره مش مظبوطه هيأثر تاثير سلبي جدا. نتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي بعد كده اعالج المشاكل دي. تمام جميل جدا. طيب نبدا نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه جهاز دافج؟ انا هقول كده بسرعه سريعه. جهاز دافج هو جهاز طبي يستخدم في العمليات. يستخدم حاجتين اساسيتين، يعمل قطع شبه المشرط او يعمل كواجليشن. كواجليشن يعني بيجلط الدم. انا هتكلم بالانجليزي وبالعربي لان احس ان دي مستوعبات يعني عشان يبقى كل اللي يستفيد ان شاء الله. تمام؟ طيب هو دوت فكره عمله بيشتغل ازاي؟ بيشتغل الجهاز دوت ان احنا بمشي تيار كهربي في جسم الانسان، والتيار دوت هو اللي بيكون سبب في عمل القط او الكواجليشن عشان يوقف البليدنج او يوقف النزيف بتاع الدم. جميل. طيب ايه هي مكونات جهاز الدافج؟ بيتكون اساسيا الجهاز دوت من اربع اجزاء اساسيه. اول جزء اللي احنا شايفينه هنا اللي هو الايه؟ اليونت بتاعش، الوحده الرئيسيه بتاعت الجهاز. طيب الحاجه الثانيه هي حاجه اسمها الهاند سويتش دوت اللي هو الجزء الخاص اللي بقطع بيه او اللي بلحم بيه او اللي بتعمل بيه تجلط للدم. الجزء الثالث علشان اكمل الدايره الكهربائيه بتاعتي في حاجه اسمها البيشنت كيس او حاجه اسمها الجراوند او اسمها الار جي. كل دي مسميات انا هعرفها او ممكن اسمعها انا وشغال في المستشفى. الجزء الاخير حاجه اوبشنال ممكن يستخدموها ممكن لا، حاجه اسمها الفوت سويتش. وكل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل مع بعض ان شاء الله باذن الله. طيب البريد سويتش بتاع الجهاز الدافج كله بس ده زي ما احنا شايفين ادي دوت اليونت الاساسيه بتاعتي. تمام؟ يطلع منها كهرباء، في جزء اسمه اكتف، جزء اسمه ريكير. الاكتف دوت بيطلع كهرباء ماشيه كده كده في الكيبل لغايه الهاند سويتش. الهاند سويتش دي الجزء هنا بيحصل بيتم القطع وبيمشي كده تاني وبيرجع على الفيشر كيبل او الار جي او الريكير، وبعد كده يرجع يكمل الدايره للجهاز. طيب كهرباء ماشيه باسم الانسان. ايه هي انواع الكهرباء اللي عندنا؟ اي سي، جي سي، احنا طبعا عارفين الجي سي دايركت كارنت زي ايه مثلا؟ بطاريه. اي سي الترنيتر كارنت زي ايه؟ كهرباء عاديه الفيشه. طيب ده سي مش شغال اي سي ولا جي سي؟ الكهرباء اللي ماشيه باسم الانسان تتوقع ايه؟ اكيد اي سي، يعني احنا بنكهرب مش بتاع الزبوه. لا طبعا الكلام طبعا ده مش مظبوط. احنا زي ما قلنا هنا بحب دايما اوضح كل حاجه بصوره توضيحيه. دي دايره كهربائيه تمام؟ لو انا فصلت جزء من الدايره دي بالتالي هتلاقي دايره هتقف نفس فكره الدافج بالظبط. طيب هنشوف دلوقتي الكرنت اللي احنا بنشتغل بيه هنا في الدافج. طبعا احنا بنشتغل في الدافج هاي كرنت تمام؟ هاي فولتج. الكرنت العالي دوت انا بستخدمه في الدافج عباره عن اي سي. اي سي الترنيتنج كرنت طيب متردد. طب انا دلوقتي لو انا حطيت داخل الفيشه، الفيشه دي كهربتها كام؟ 220 فولت. الاهم من الفولت عندي الهرتز. كام ذبذبه في الثانيه؟ هنا 50 هرتز بتعمل حاجه نيرو ماسكولار ستيميليشن. تمام؟ دوت اللي بيأثر تأثير سلبي على جسم الانسان، ممكن يخلي الانسان لا قدر الله حاجه اسمها اريست، اكيد سمعنا عن اللفظ دوت. واحد قلبه وقف اريست، بي اريست بيضايق خلاص، تمام؟ فاحنا في الجهاز هنا بنستخدم الفريكونسي من 400 ل 500 كيلو هرتز.
كده انا بقى عامل الجزئيه دي. طبعا الصوره دي مش واضحه فانا جبتها لكم صوره ثانيه اوضح كده. زي ما قلت هنا اللي بيحصل الماستر والنيرف ستيميليشن لغايه 100 كيلو هرتز، انما الدياثيرمي في بعض الانواع بتشغل 500 كيلو هرتز 400 كيلو هرتز على حسب كل موديل. وكل ما بنعمل الفريكوانسي في بقى الاي ام والاي اف، في بقى الاي ام بقى وفي الترا ساوند واليو اتش اف والحاجات دي وكده، كل دي حاجات شغاله بس ما بتضربش باسم الانسان. ابسط مثال الموبايل بتاعنا، الموبايل بتاعنا بيشتغل كله درجات عاليه فمش بيأثر تأثير جامد زي الكهرباء عادي. تمام. يبقى احنا قلنا هنا بيشتغل الجهاز ده هنا في الجسم بيبقى فيه مشكله لغايه 100 كيلو هرتز. انما بالنسبه للجهاز ده سيب هنا بيشتغل مثلا سي مثلا 300 كيلو هرتز. وبالتالي دوت بيعمل ان مفيش ريسك ان الانسان يحصل له ايه؟ صاعقه. يعني معنى ذلك الجهاز بياخد كهرباء. هنا مثلا سو بس شيل سايكل عشان دي حاجه من امريكا 220 فولت 60 هرتز بيحولها لغايه 300,000 هرتز 300 كيلو هرتز. وبالتالي الكهرباء دي زي ما احنا قلنا مش هتأثر على جسم الانسان. ازاي الكلام دوت بيتم؟ دوت بروك دايجرام سريع للجهاز من جوه. اهم جزء عندي في الجهاز دوت انها طبعا باخد من باور سبلاي وفي حاجه اسمها الار اف اوسيليتور. الار اف اوسيليتور دوت ده الكومبوننت المسؤول ان هو ياخد الكهرباء من 220 فولت يحولها لي هاي فولتج هاي فريكونسي. طيب من جوه انا عايز اختصر الموضوع عشان في حاجات ثانيه اهم. تمام والوقت للاسف ضيق. من جوه الجهاز في حاجه اسمها موديليتور دوت انا بحدد المود بتاعي، هل بعمل كات؟ هل بعمل كوانيشن؟ طب انا بستخدم هل هستخدم هاند سويتش؟ هستخدم الفوت سويتش؟ كل ده بيخش على الكنترول بورد وبالتالي بيخش على الباور امبليفاير والاوت بتاعنا بيبقى عن طريق الالكترودز او اللي هي ايه؟ الهاند سويتش بتاعتنا اللي هي بتقطع عند جسم الانسان. تمام؟ طيب الجهاز دوت زي ما احنا شايفين في حاجتين مهمين، في حاجه باللون الاصفر وحاجه باللون الازرق. الفوت سويتش فيها حاجه باللون الاصفر واللون الازرق، دي حاجات ستاندر. حاجه اسمها مونو بولر، حاجه اسمها باي بولر. تمام؟ ايه المونو بولر دوت وايه الباي بولر ده؟ المونو بولر بكل بساطه انا بستخدم الهاند جي. تمام؟ زي ما قلنا من شويه بتاخد الكهرباء وبيتم القطع في الجزئيه دي بس. تمام؟ وبترجع الكهرباء من الريتيرن. طب سين سؤال صغير، هو ليه القطع بيتم في الجزئيه دي ما بيتمش في الجزئيه دي؟ ليه؟ طب هي جوابها واحده، جسم الانسان واحد ونفس الكهرباء ماشيه، ليه بتقطع هنا ما بتقطعش في البيت؟ البولاريزيشن نفسه بتاع المساحه البولاريزيشن بتاع الفريكوانسي هو نفس البولاريزيشن هي المساحه التركيز والمساحه ودوت الجزء المهم جدا اللي احنا هنعرفه دلوقتي. طيب هبص كده انا حددت دايما ادعم كل حاجه بالفيديوهات، انا كنت بصراحه نفسي اجيب جهاز لاسيرمي ونفكه قدامه مع بعض ونشتغل بيه بس للاسف ما كانتش متاحه. طيب زي ما احنا قلنا ان المودو بولر بيشتغل بهاند سويتش، وزي ما قلنا هقول نعمل ريليشن ثاني. تمام؟ ان احنا عندنا ستاندرد في كار في كوالفيكيشن دوت الجزء بتاعنا اللي كان في المودو بولر وفي عندنا حاجه اسمها ريتيرن فيت. طيب احنا لو قارنا مساحه الجزء اللي هو في الهاند سويتش او اللي هي السكينه زي ما بيقولوا عليها الجزء دوت بمقارنه بمساحه البليت كلها هتلاقيها حوالي قدها 100 200 مره ولا حاجه. دي صغيره جدا جدا بالنسبه لمساحه البليت اللي موجوده في جسم الانسان. وبالتالي هتلاقي ان كميه تركيز التيار الكهربائي في الجزء دوت هنا بيكون اعلى بكتير جدا من كميه تركيز الكهرباء في الجزء اللي هو بتاع الفيشنت بليت او الريتيرن بليت. بكل بساطه مثال عملي احنا دايما كنا بنلعب زمان بالعدسه. تمام؟ الماجنيفاير الجزئيه دي هنا لو حطيت ايدك او حطيت اي جزء هنا هتتحرق تتلسع عليه. ركزت الكهرباء او سوري ركزت الاضاءه هنا في جزء واحد بس نفس فكره الدايتيريوم بالظبط. تمام؟ المونوبولر ده فيها ثلاث انواع، حاجه اسمها فا حاجه تانيه اسمها كواجليشن حاجه اسمها بلين. يعني ايه يعني كواجليشن؟ يعني ايه بلين؟ هنشوف دلوقتي في الفيديو. تمام؟ هنا غير جهاز دايسيرمي حته لحمه بيجاوب المود اول مود هنا دوت القلب بيقطع عادي. كواجليشن هنا بيعمل زي تجلط الدم. كهربيه هندسيه ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق حاجتين، اول جزء الاون اوف تايم بتاعك والجزئيه الثانيه الفولتج بتاعك قد ايه؟ بصوا منظر الويف هنا عامله ازاي في القلب. هتلاقي ويف هنا تقريبا شبه ساين ويف الامبليتيود بتاعها صغير وهنعرف كام دلوقتي.
النقطه المهمه اللي هي كونتينوس على طول 100% على طول شغاله ورا بعض. دوت مثلا جزء ازاي مثلا بعمل تقشير بجهاز الدافرين. هنا مثلا دلوقتي لو هنحسب الفولتج هنا توقع يبقى رقم كام؟ 50 100 200 500. هتلاقي الفولت هنا من 1300 فولت لغايه 2300 فولت. احنا بنتكلم بقى هاي فولتج تمام؟ وهاي فريكونسي. الكواليشن الفرق بقى مختلف عن التاني. الكواليشن بيجيب بلصات. سي مثلا 6% اون 4% اوف. ليه الكلام دوت؟ ليه ده كونتينوس؟ ليه دوت بلصات؟ بس هنقولها كمان شويه. بس دلوقتي اخدت بالك ان هنا الامبليتيود بتاع الكواليشن بيكون اعلى من الامبليتيود كامبليتيود. مش كفريكونسي، احنا فريكونسي بتاعنا سي. كواليشن بس فريكونسي. الامبليتيود بيكون بتاع الكواليشن اكبر. الكواليشن في عندنا نوعين. في نوع زي ما شفنا شويه اللي هو الكونتاكت بيبقى لازم تلمس جسم البيشنت. النوع الثاني بيبقى حاجه اسمها سبراي كواليشن وهنبينها كمان شويه دلوقتي. احنا هنا قلنا الفولت بتاعنا هتشوف الفولت بتاع الكواليشن لو حسبنا نسبيا هنلاقي هنا الفولت هنا في الكواليشن اعلى بكتير ممكن يوصل لغايه من 3500 فولت لغايه 9000 فولت. يبقى دوت الجزء الخاص اللي هو بيجلط الدم على الفولت وبالتالي يقلل الديوريشن. دي حاجه مش بتكون في النص، حاجه اسمها بلين. يعني ايه بلين؟ او كات ويز كواليشن يقطع ويجلط في نفس الوقت. البلين دوت زي ما احنا خدنا بالنا هنا دلوقتي بيقطع. لو هتبص في الجزئيه دي هتلاقي هيبان في صوره ثانيه في كده جزء كده مسود شويه بيبان ان هو ايه؟ الدم اتجلط. جميل. دوت زي ما احنا قلنا الكات. الكات ليه بيحصل؟ اللي بيتم ايه؟ كهرباء ماشيه صغيره. عاليه جدا كونتينوس فبالتالي الكهرباء التركيز العالي جدا دوت المستمره بتقطع السيل نفسها بتعمل دمويز بتخلي السيل نفسها تتبخر فدوت بالتالي بيعمل بيور كات شرس كده بالظبط. طيب ايكو اجريشن لما انا قللت الديو سايكلز انت بالتالي قللت التايم اللي بتاخد فيه السيلز اللي هي ايه كهرباء او بتاخد فيه الحراره دلوقتي بتعمل حراره فبالتالي ما بيحصلهاش الفوبايزيشن، ما بتوصلش لدرجه التبخير، بيقول لك ان هي كانها بتنشف. تمام؟ فبالتالي بتبقى حرارتك اقل شويه وبالتالي يعمل حاجه اسمها كوجر اللي هو ايه؟ التجلط في الدم. ودي الصوره دي موضحه الكلام دوت، لو التمبريتشر اعلى من 100 درجه مئويه هتلاقي السيلز هتتبخر وتتبخر. لو هنا التمبريتشر حوالي من 60 ل 100 درجه هتلاقي بيحصل زي ايه؟ الخليه بتنشف كده وبالتالي الدم بيتجلط وبالتالي يحصل كوجريشن. وزي ما احنا قلنا ادي ده بيور كات وفي بلند ممكن بلند 1 و 2 و 3 وادي دوت الكوربيشن ودوت البلند اللي احنا قلناه دلوقتي وده بيبقى المنظر خدنا بالنا من حاجه بيور كات سكينة كوربيشن عادي اسود الاسود دوت دم متدرج دوت ايه وظيفته قلنا علشان يوقف ايه؟ يوقف النزيف للدم لو في مشكله الدكتور هو بيفتح عليه ولا حاجه اهم حاجه اخطر حاجه الجزء دوت اللي هو ايه؟ اسمه ايه؟ جرام فيجن تمبريتر او جي الاير حسب في كذا مسميات الجزء ده يعتبر اهم جزء في الدافرين هي بس اول ملحوظه بيقول لك ان الجزء ده بيجي حجمين في حجم الناس الكبيره حجم البيبي بيقول لك ممنوع ان انت تقطع من الحجم دوت عشان تديك بيبي عشان ليها حسابات معينه تمام الجزء دوت في منه نوعين حاجه اسمها ديسبوزبل حاجه اسمها ريزبل ديسبوزبل يعني استخدامها رفض ريزبل على طول طب ليه عملوا الكلام دوت؟ ايه رايكم؟ ليه في نوع ده ولا لا؟ انفكشن طب خلاص كلها بس بصبر وراحت معاها. ها؟ تكلفة تبقى عالية، لو عملت كده تكلفة عالية، طب ايه الحل؟ عامل ريزبول، طب ما في ريزبول كده، طب دوت بص ريزبول دوت على فكرة دوت جهاز مارتن دوت النوع ده اوتوكلافابول، ينفع ادخله في اوتوكلاف. بريشر عالي في بريشر عالي. تمام؟ كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. ميزه ثانيه مهمه جدا في الديسبوزبل ده بيبقى فيه جزء بيلزق دوت على جسم البيشنت عشان كده استخدام مره واحده بس الريزبول دوت يبقى ثابت لو اللي حط البيشنت كتير مش حاطه بصوره كويسه هيأذي البيشنت اذى جامد جدا هنعرفه كمان شويه تمام؟ جميل ازاي بقى بيتم القطع او الكواجيشن؟ في معدل بيقول لك ان الترن اللي هو الحق دوت بيبقى عباره عن ايه؟ كذا فاكتورز كمية الكهرباء اللي ماشية في التايم اللي أنت مشغل فيه الكهرباء نقسم على السيرفيس اريا. لو أنا عندي كمية طبعا الكرنت عالية يبقى الترن عالي.
لو كان ثبتته لمده 5 ثواني غير دلوقتي لمده 10 ثواني يبقى بيقطع عقل. الايريا زي ما احنا قلنا كل ما الايريا ما تظهر كل ما تركيز الكرن يزيد بالنسبه لنا، وبالتالي دوت هيعمل لنا حاجه مهمه جدا، ان انا لو قللت الايريا يبقى الكرن عالي جدا، وده اللي انا عايزه في الهاند بيس اللي بقطع بيها. انما انا مش عايزه في حاجه ثانيه اللي هي ايه؟ البيشنت بريد. زي ما احنا شايفين في الرسمه دي هنا التركيز الكرنت عالي قوي عند الايه؟ الهاند سويتش. البيشنت بريد دي واحده مساحه كبيره فبالتالي واخده كرنت قليل فبالتالي حراره قليله فبالتالي البيشنت ما بيقدرش حاجه. افرض دلوقتي حصل سبب ما البيشنت بريد دي اللي هي الفيزيوفول اتقلبت لاي سبب ما، ممكن اعرف اسبابها ايه بعد شويه. هتلاقي دلوقتي الايريا اللي موجوده هنا بقت ايه؟ صغيره. طالما الايريا صغيره الكرنت هيبقى بكميه كبيره، ودوت هينتج عنه ايه؟ هيتم عنه توقعات كثيره جدا زي ما احنا شايفين. ممكن دوت واحد رايح ده تبقى طفل وفي مشكلتين في الجزئيه دي، واحد رايح يعمل عليه حاجه معينه يطلع في حاجه في جزء معين. دوت ايه؟ سوء استخدام. هنا تمام نفس النظام، الجزء دوت اللي مفيش كونتاكت ما بين وبين البيشنت بريد بيحصل له غيره. تمام؟ فبالتالي لازم ناخد بالنا جدا. طب انا دلوقتي هحط فين الجراوند؟ احطه في اي حته على الجسم. حد شاف عمليه قبل كده بيحطه فين؟ عند الفخذ. ايه تاني؟ تحت السمانه. ايه تاني؟ ينفع عند الهرش؟ لا ليه؟ انا هحكم شويه بس. بعض الاماكن المعروفه ممكن احطها هنا عند الايد قطع الفخذ. تمام؟ عند الجنب، ممكن عند السمانه. ولازم احنا بنوصي ان احنا نحط البيشنت بليت مكان قريب جدا من المكان اللي هقطع منه. ليه؟ يعني ما تقولش حاجه عمليه في الجزئيه دي، احط البيشنت بليت هنا هي الدايره دايما بتمشي لاقل مقاومه، فلو انا بعمل هنا يبقى احط البيشنت بليت هنا. مثلا بعمل هنا مثلا ممكن احطها هنا عشان ما تكبرش مساحه الكرنت، وهنعرف المشاكل بعد كده في اخر جزئيه في المحاضره. طيب ايه الحاجات اللي ما ينفعش احط فيها البيشنت بليت؟ في عندنا بعض الاماكن ممنوع نحط فيها زي حاجه اسمها الايه؟ العظم. العظم دوت غير جاي التوصيل الكهربي. تمام؟ الاماكن اللي فيها شعر الافضل ان احنا نحلق الشعر الاول قبل ما نحط له بشكل كبير. تمام؟ السكارز لو واحد عنده ندبه او حاجه او كده ما نحطش فيها. الاديبوز تيشو اللي هي الخلايا الدهنيه زي الهانش زي عند البطن، مستحيل هتلاقي حد حاطط بشكل هنا او هنا. ودي كانت المشكله اللي حط البيشنت بليت في الصوره اللي فاتت، كان حطها في مكان غلط. ليه الكلام دوت؟ لان الحاجات دي مش ايوه ريزيستنس للتيار الكهرباء، انا عايز حاجه الكهرباء تمشي فيها بسهوله، انا يهمني التركيز والكهرباء تمشي، مش عايز حاجه تقاومني عشان ما يتركش منها حروب. تمام؟ يبقى احنا زي ما قلنا نحطه في مكان قريب من المكان اللي هنعمل فيه العمليه. تمام؟ يبقى في دايما يعني ما في كونتاكت يبقى دايما تكون يبقى احنا زي ما احنا قلنا يبقى البيشنت بليت موجوده في صوره مستقيمه ما فيهاش فيها انحناءات او اي اسمها انتعاجات زي ما بيقولوا. تمام؟ ودايما نحاول نبعد عن حاجتين ان تبقى حاجه متنيه او في جابس، لان الجابس الصغيره دي الهواء دوت ممكن يبقى مقاومته عاليه وبالتالي يحصل لك بيرن في الجزء دوت. تمام؟ ماشي جاي اجي البيشنت بليت عملوا بقى سيفتي. كان في ناس كده في الجروب دكتور عصام او شويه عصام نزل الجزئيه دي قال لك احنا خدنا اللي فاتت دي عباره عن جزئين مع بعض، نوع من انواع السيرش اللي هي عباره عن ايه؟ قسم البليت نصين. تمام؟ والجزء دوت بيقيس منه الامبيدنس، اشوف حاطط سنسور ونشوف الامبيدنس بتاع جسم الانسان. الامبيدنس واصله كويس ولا لا؟ لو مش واصله كويس اوتوماتيك بتدي اشاره للجهاز ان الجهاز يفصل. تمام؟ احنا خدنا بالنا ان هنا الراجل ده هنا حاطط الجزء الاولي، هل هو هنا كهرب؟ ما كهربش ليه؟ عشان التردد عالي. جميل، اول انسان عمل اللمبه دي بس للبيان بس مش اكتر. الحاجه الثانيه اللمبه ماسكها كده صح، ماسكها اريا عاليه جدا. انا بالنسبه لي في عمليه الديتيل بوكس دوت في مخرجت قبل كده قلت له انا همسك لهم من الفيديو، لا يا باشمهندس رحت انا مسكت لهم البيت مسكتها كده كبرت السيرفيس اريا الجزء دوت ما اتكهربش، انما لو كنت لمست جزء صغير يبقى الكونتاكت بتاعي هيبقى ايه؟ عالي جدا ممكن يحصل فيه حرق. تمام؟ طيب
كده تمام؟ نتكلم بسرعة معلش بس عشان ننجز الحاجات التانية الأهم. نخش بقى على البايبولر. إيه البايبولر ده؟ البايبولر قال لك ده بكل بساطة أنا بدل ما أخلي طرف أصلي أو طرف حي أو طرف أوجي زي ما بيقولوا باللغة العامية، لا هخلي الاثنين في نفس المكان. يبقى في جزء واحد في واحد يبقى أكتر واحد اللي هو الريتيرن. يبقى شكله شبه شكل الجفت اللي هو. يبقى أنا عندي الأكتف ماشي كده كده من هنا رايح راجع كده 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 تاني للريتيرن. طيب هل معنى ذلك أنا كده محتاج لأوجي؟ لا مش محتاج لأوجي، جزء خاص بتاع البايبولر. طيب البايبولر ده بعمل بيه باك ولا كوجليشن؟ ولا الاثنين؟ كوجليشن بس. البايبولر بعمل بيه كوجليشن بس. لأني أنا محدود بالجزئية دي، الكرنت ماشي زي ما احنا شايفين هنا في الفيديو، تمام؟ وهنا بيجرب عشان يشوف بصورة عملية جت سوليوشن لما الكرنت هيمشي يبقى فيه هيت، فبالتالي علشان يبقى فيه هيت لازم يبقى فيه جاب ما بين الاثنين بينز دول، تمام؟ النقطة الثانية أنا وبشتغل في بعض الأجهزة عشان تشتغل بايبولر لازم تضغط على الفوت سويتش. في بعض الأجهزة الثانية لازم يعني فيها خاصية ثانية أوبشن ثانية لما تقرب شوية تلاقي يشتغل بايبولر أوتوماتيك. طيب جميل جدا. كده عرفنا المونوبولر البايبولر فاضل إيه؟ الهاند سويتش والفوت سويتش. السؤال اللي بسأله دايماً إيه في هاند سويتش والفوت سويتش؟ ايوه والفوت سويتش نفس النظام في المونوبولر والبايبولر. اجي الفوت سويتش ده جزء خاص بالمونوبولر ده جزء خاص بالبايبولر بالكاتش كوربنيشن. ده هو شيء احتياطي. ها ايه تاني؟ احتياطي ايه تاني؟ تسهيل العمليه. في بعض الدكتورز انا بشتغل في عمليه في جزء معين وتركيزي كله في الجزء الاول. ما ينفعش انا بشتغل انا طبعا بشتغل طبعا بالسن ازاي بقى؟ اشتغل بيه كده خلي طرف كده ما ينفعش اشتغل بيه بالعرض كل تركيزي في الجزئيه دي تمام؟ ما ينفعش يعني يمكن يبقى السن يكون معروف ولا حاجه تمام؟ فانا اعرف تحكمي بالاكتر من غيري. واحد تاني يقول لك لا انا بالنسبه لي تحكمي الاسهل بالكتير ان انا بشتغل كده ده هو التحكم. فاحنا علشان كله يشتغل بشتغل بالاثنين الهاند سويتش او الفوت سويتش. دي هاند سويتش لسه جايه بتبقى جايه كده متحكمه تمام؟ ويبقى دي ممكن بعض البنات اللي بتركب فيها على حسب كل عمليه وفيها جزء ستاندرد قلنا فيه زرار اصفر زرار ازرق. الاصفر ده هو ستاندرد للكهرباء. الازرق كوالديشن او بايبولر نفس النظام بالنسبه للفوت سويتش تمام؟ الاصفر للكهرباء الازرق دوت للكوالديشن. بعض الاجهزه اللي انا شفتها في جهاز اسمه دبليو ام اي تمام؟ سريعا كده ده جهاز المارتن جهاز طبعا مشهور جدا الماني تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا المود هنا الموديل اللي دوت مختلف عن الموديل اللي دوت تمام؟ هنا نلاحظ ان الباي بولر تمام؟ بيشتغل هنا بس لما تك على الزرار دوت هنشوفه كمان شويه تمام؟ اللي هو بتاع الفوت سويتش. يبقى الفوت سويتش دي بتشغل الاثنين الكواجليشن وتشغل الباي بولر في نفس الوقت وانت بتختار اللي هنا. انما هنا انت بتختار المود بتاعك ينفع تشغلها بالفوت سويتش ينفع تتك على مود لما تقرب الجزئين من بعض يشتغل ايوه ينفع. ده جهاز اسمه اشمان كان قديم قوي في المستشفى بس محترم جدا. كانت مشكلتهم كلها مش لاقيين الكابل المناسب اللي هو بتاع اللي هو ايه البيشنت بتاعي. بكل بساطه واحد حبيبي قلت له سمحت عايز تدخل دايره هنا وجبت الجزء اللي هو الجاك دوت شبه جاك السماعه تمام وجبت بيشنت بتاعي نفس الجاك دوت وعملت لها جزء من هنا ميكانيكي ورحت معطوه بدايه كهربائيه واشتغل كويس. ممكن تلاقي اشكال ثانيه مختلفه. يعني البليند ممكن ده لو جايبه عند الصفر يبقى هنا ايه؟ كات ولا كوجليشن؟ ها؟ البليند بس تمام مني صح؟ كات لما تعلي كده شويه يبقى كات ويز بليند اللي هي بليند 1 بليند 2 بليند 3 تمام؟ طيب السؤال دلوقتي مهم مينتنانس اوف ذا فيلم. انا مهندس الحقيقه انا مش مهندس ده سن واقف انا مهندس شغال في المستشفى انا مش مهندس ده سن واقف. انتوا كمهندسين او فنيين او اي مهمه تتصرفوا ازاي؟ أول حاجة تعملوا إيه؟ تتأكد من اللي تشوف الباور ها؟ الحاجات الخارجية ها؟ دي حاجة مهمة ما حدش هيقولها. حفظ الكهرباء ها؟ قبليها. أنا بالنسبة لي الله ينور عليك. أول حاجة اسأل إيه مشكلتكم؟
انت بتشتكوا من ايه؟ والله يا باشمهندس مفيش كار، مفيش كوربيشن، الجهاز مش شغال، كذا كذا كذا. كلام حلو وكلام جميل. الخطوه الثانيه عامل ايه؟ جرب. طب واديني طيب، انت قول لهم وتخليهم هم اللي يجربوا، انا متعود كده. انتوا مشكلتكم مشكلتي من كذا كذا كذا. ليه بقول لهم يجربوا؟ انا ما اعرفش اجرب، انا عارف اجرب كويس جدا عشان التوكيل. بس اشوف هم بيشتغلوا ازاي. اشوف الديفكت عندهم في ايه؟ هل فعلا الجهاز فيه مشكلة ولا مشكلة في التشغيل نفسه ولا في اليوزر نفسه ولا ايه بالظبط؟ بعد ما جربت وهنشوف ازاي احنا هنجرب وانا مصور الفيديو انا جربت قلت لسه مصلح الجهاز من ثلاث ايام تمام؟ في لازم اعمل تشيك لشوية حاجات زي ما قال الباشمهندس هنا الحاجات الخارجية زي ايه مثلا؟ أول حاجة باور كيبل أكد وصل كويس ولا ممكن يكون في قطعة صغيرة طب الباور كيبل وصل ايه؟ جبت الأفومتر سليم الحاجة الثانية بعد الباور كيبل أتأكد من ايه؟ نعم وصلت الكهرباء طلع بيطلع كهرباء فيوز بتاعنا الله ينور ممكن والله يا جماعه معظم الاعطال حاجات بسيطه جدا فيوز فيه مشكله ما كانش كده مش موصل الاوجي كويس مش موصل الفيشن تفيد كويس شوف الكونكشنز بتاعتك شوف الهاند سويتش والفوت سويتش والجراوند باد او الفيشن تفيد واصلين كويس ولا فيهم مشاكل ولا حاجه كده خلصنا اول جزئيه طيب دوت دلوقتي جهاز مارتن انا كنت بصلحه اول ما تشغله انت بتشارك في حاجه اسمها ستارت اب بتلاقي جهاز الموديل دوت اللي هو كده 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 يعني صوت معين وبعد كده هتلاقي فيه اللمبه الحمراء دي اللي ورا دي معناها ايه اي جهاز؟ معناها ان الار جي ايه؟ مش محافظ طيب انا شغلت الجهاز دوت السوكت بتاع الار جي وده فعلا دوت سوكت اصلي تمام دوت اللي هو احنا جربناه دخلت السوكت كلام جميل جدا اللمبه اتطفت يبقى كده الار جي وصل حلو نكمل فاضل بقى ايه؟ اوصل ايه؟ الهاند سويتش اتاكد ممكن يبقى فيها مشكله طيب الهاند سويتش ليها ثلاث اماكن كده ولا كده؟ هتلاقي في جزء في دايما يبقى دوت الجزء اللي هو الخاص بالبعيد دوت دلوقتي في المعمل بتاعي او في الماكينه اسمها بتاعي ما عنديش طابور الله ينور عليك انا دايما بحب بس للاسف مش عارف ايه هي إيه. الفيديو مقلوب مش عارف ايه دايما انا بتاعي حته قضنا ونبلها ميه ونزودها ميه ياما تمام لو بداية طبعا اهم حاجه في الحاجات دي لازم انت شايف الدول الجلاس اي دايسات لازم جلاس في الاول بيشتغل كله مع دم كده مش بخش في الحكايه جبت بطن دول شغلت الجهاز الدنيا تمام طيب بتكي على الكارت تمام ابص على الجزء الخاص بالكارت تمام اول مود اللي هو بيور كارت هتكي عليه كده واجرب كده واشوف هو للاسف عشان مفيش صوت كنت عايز نسمع صوت في هنا لمبه صفراء منوره وفي زي صوت معين كده بنسمعه خاص بالبط ودوت حاجه مهمه هنتكلم فيها بعدين الناس اللي بتقفل الصوت دي مشكله ثانيه تمام جربته كده تمام انا بص لما جربته كان في جزء اللي هو شويه دوت حاولت اقرب كده بالارض لقيت اللي هو كان فيه جزء بسيط بس اللي بيسخن عشان انا هنا ايه ربطت السلك السريع تمام طيب بعد كده تمام هنخش بقى على هو كده مش مظبوط على فكره شيله خالص مش مشكله شيله مش مشكله ما عليك جربت الكارت جربت الكوربيشن الكوربيشن قلنا فيها حاجتين مهمين هما ايه الكوربيشن؟ حاجه اسمها ايه؟ كونتاكت وحاجه اسمها ايه؟ سبراي كونتاكت كوربيشن بلمس الجزء دوت تمام انا بص انا ده شفت الزرار الاصفر ده حاجه الزرار الازرق اللي تحت تمام علشان اجرب كوربيشن كده بجرب وبشوف الباور ولما اعلي الباور هل الباور دي هتعلى معايا هتلاقي كميه كده يعني زي طبعا فيها دخان عالي او زي حد جامد ولا لا كل دوت قلت عشان هو بيكون مملوء كان عندي باور طبعا كنت بصلح الجهاز وسايبه مفتوح يعني حاجه برضه مرحله صغيره شايفين مظهر الجهاز عامل ازاي؟ ده مستشفى تبني ادوات ذكاء اسنان مستشفى حكوميه يعني هتلاقي فيه بلاوي في العمل تمام؟ بجرب الكونتاكت بعد كده اجرب السبراي السبراي يبقى منظر ولا حتى عمل فوكس يبقى شكله كده كونتاكت عباره عن دايره كده تمام بجرب السبراي كوربيشن وانا بعد كده هجرب السبراي شايف واحد هنا بطل السبراي عامل ازاي؟ انا من بعيد مش لامس شايفين الشبابه عامله ازاي؟ عفوا شايفين الفرق بين السبراي وبين الكونتاكت
والله على حسب. هما دلوقتي بيعملوا عمليه قطع وريد، في شغل قطع وريد حاجه راح تديها دم طب امسك الكوب يشحن كده عشان ايه؟ يقفل بيه يجلط الدم. طب انت عندك دم ياما ومش عارف المكان فين، شغل السبراي وقف لك الدنيا كلها. تمام؟ كلام جميل. طيب طب انا دلوقتي شغلت الجهاز وعملت التست بتاعي، لا الجهاز فيه مشكله، مشكله جوه الجهاز، اضطر ان انا افتح الجهاز صح؟ طب اول ما افتح الجهاز اعمل ايه؟ الاساسي ها؟ اول حاجه اقول نصيحه لاي جهاز عم بفتح الجهاز اساسي نعم؟ عينك على الكمبيوتر ها؟ فضي الشحنه ها؟ وصل ها غيره؟ لا نصيحه انا اعملها واتمنى الناس كلها تعملها. اول حاجه خد صوره الجهاز من جوه بالموبايل، ده اسهل حاجه. ليه؟ السوكت ده شبه السوكت ده شبه السوكت ده، ممكن تلاقي فيه ده، هم ماشيين بالتفكير، ممكن تلاقي ده هنا وده هنا. انا فكيت وجربت يا ربي هو ده كان هنا ولا كان هنا، هتبهدل الدنيا. تاني حاجه تاخد صوره من كذا زاويه مش من زاويه واحده، هنا اخد جزئيه دي، هنا لا انا اهتميت بالجزئيه دي تمام عشان نبين الكونكشنز كلها. الحاجه الثانيه احدد المشكله فين، الجهاز ما بيقومش بواسطه صح؟ لا الجهاز بيقوم بس في مشكله عندي، ممكن يبقى مفتاح باوسج، لا المشكله في دخلت المشكله في مش شغاله، لا المشكله في القط، المشكله في الابلكيشن. بعد كده انا حددت المشكله بتاعتي فين جميل. بعد كده الحاجه المهمه جدا اربط ما بين الجزء الخارجي والداخلي، يعني هنا بقى لي دوت الجزء الخاص بتاع الايه باور سويتش دي الاسلاك بتاعته، ده جزء خاص بالايه بشكل كبير، يبقى دوت السلك ده يبقى ده مش السلك ده، ده جزء خاص دوت اللي هو بتاع البحث بتاع الكواجيشن، يبقى ممكن لو في مشكله ما بيبقاش فيه باور. الجزء الخاص بالايه بالهاند سويتش يبقى الجزئيه دي اتاكد منها برضه، يبقى انا عارف انا همشي فين وبالتالي حددت المكان فين اللي انا هشتغل فيه. جميل. بعد كده اعمل تشيك ممكن بكل بساطه سوكت محسوس، حاجه مهدفه، حاجه بسيطه تكون هي السبب واقف تمام. اتاكد برضه ان الاسلاك كلها واقفه كويس، عامل بازر من الافوميتر، ممكن يبقى السلك الداخلي فيه قطع بدل ما افك واشوف البورده واتعب واقعد فيها كذا يوم. لا وليه البورده دي دايما بخليها اخر حاجه، بعد ما خلصت الحاجات دي كلها اشوف المكونات الظاهريه للبورده، في مكثف ملفخ، في حاجه محروقه تمام، اي كومبوننت من الالكترونكس سواء لازم طبعا اي مهندس يكون طبعا فاهم الالكترونكس كويس جدا، سواء كومبوننت كده او اس ام جي. ايه الاس ام جي دي؟ سيرفيس ماونتد ديفايسز، دي عباره عن ايه؟ يعني دي ايه؟ حد يعرف؟ ايه دي؟ بتاع الزلاجه عباره عن ايه؟ ما عرفت ازاي؟ عشان هتلاقي في حاجات كود معين انا لو مش فاهم الكود دوت مش هعرف حل المشكله دي، مثلا حاجات تبخر يبقى لازم مش كده يجي يقوم، في بعض الحاجات لازم تكون يبقى لازم اشتغل بهوتيل كويس تمام؟ اكون عارف الايه الحاجات دي، الحاجات دي احفظها منين؟ احفظها؟ لا اجيبها من ايه؟ من داتا شيت. في مشكله عندي في الجهاز نفسه وكله قدامي سليم، اعمل ايه بقى؟ ابدا اخش على ايه؟ سيرفيس مانيوال. طبعا دي محاضره ثانيه لوحدها سيرفيس مانيوال، ازاي اقراه؟ ازاي افهمه؟ إيه ابص على الاعطال؟ ازاي ترابل شوتنج؟ انواع الايرورز الكلام ده كله تمام؟ لغايه دلوقتي في مشكله في حاجه؟ اخر جزئيه في المحاضره ومعلش لو طولت عليكم اللي هو ده تيرمين سيفتي، واهم حاجه في الجهاز دوت سيفتي. بعض النقط سريعا، اول حاجه وللاسف مش موجوده اتاكد ان مفيش قطع كابل ايه؟ كهرباء باور كيبل تمام؟ اتاكد ان مفيش اي تانيات تمام في الكيبل دوت. الحاجه الثانيه انت دلوقتي لما تبدا او اي ريبورت يبدا بيبدا الاول بكهرباء عاليه ولا كهرباء قليله؟ يبدا الاول بقليل ما بيطلعش كويس، يعلي شويه شويه عشان لو بدا بالعالي ممكن يحرق البيشن تمام، على حسب الديش اللي هو شغال فيه. طيب مشكله كبيره حاجه اسمها الليكج كارنت، حد سمع عنها؟ او كارنت ليكج. ايه كارنت ليكج دوت؟ يعني كارنت ليكج يعني مقص زي دوت والجهاز اللي حاجه مسلوب والدنيا متكعبله وحكى عن المقص دوت. يعمل مشكله؟ ده يعمل مصيبه. شغال كده ونشوف. ايه كارنت ليكج دوت؟ ده عباره حاجه خاصه بالكهرباء. انا شغل الجهاز وجبت لمبه نيون ولفيت حواليها. السلك ده ايه اللي حصل؟ اللمبه نورت. لا انا دخلت على حاجه ثانيه اسهل. جبت مقص ودوت الهاند سويتش بتاعتي
لفيت بص لفه واحده ولا لفتين. بصوا هنا ايه اللي هيحصل في حته اللحمه دي او ده ممكن يبقى جزء من البيشنت. لما الكهرباء بتمشي بتعمل تمام الكتريك فيلد، وبالتالي ده بيأثر على اي ميتال. لما احنا نقرب اول نعمل زوم بص ده بيحصل عشان ايه؟ حته سكه صغيره ترفع على ايه؟ على مقص. ممكن حاجه ثانيه شفتها بس فيديو عشان اجيبه. دكتور لفف كده عليه سيلز وبتدبله عمل كده نفس النظام بتعمل كهرباء وبالتالي بتعمل حرق في الاماكن دي. يبقى ممكن اول مشكله ناخد بالنا ما تخليش السلك يكون ملفوف على اي حاجه بتعمل عشان ما يعملش كارت ايه؟ ليكج. الحاجه الثانيه بنشوف العمليات ده سلك كانه ايه؟ ترابيزه. يلا حط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه العيد ده. ممنوع الكلام ده في الناس خطير جدا ما ينفعش الكلام ده. المصيبه الاكبر ان لو اي حد اتعقد وهما بيعقموا مثلا بتجهيز كحول الكلام ده ما ينفعش كحول بعد اثيرين. ليه؟ بيقول لك ان ده اثيرين الكحول ضار الناس. شوف ازاي؟ ايه اللي يحصل؟ يعني واحد حط كحول كده بس ما لقاهوش شافه ولا حاجه عمل كده نار واختفت خلاص يعني سيبنا كده وخلاص. لا لو ركزنا كويس قوي بصوا النار لسه موجوده ده يعني حرق البيشن وبالتالي دوت هيأثر تأثير سلبي على البيشن. والمشكله الأكبر من كده سمعتها بيشن نس مش عارف اقول مش عايز اقول يعني كلام مش كويس ده البيشن بتاجين من قبل ما ينشف عشان اقول ده سنه ما بيجيش ده كله بلا بتاجين في ايه؟ في كحول وراح مشغل سبارك راح البيشن راح مولع راح جايب وقت فوق الكلام دوت. يعني ممكن تبص حاجه صغيره او عدم فهم صغير او غير انا لو وقتها استهبل سوري مثلا مش مثلا ما استحماش او حاجه في جزء مش نظيف ولا حاجه كنت هربط كده دي ايه المشكله؟ طيب الحاجه الثانيه مفيش جزء من البيشن يلمس اي حاجه بعد ليه؟ ما بقاش ممكن يبقى اوجي يعني ممكن يحصل له مشاكل. طب نشوف كده الفيديو بتاعك دوت بيقول لك زي ما معلش لا بس كده الصوت بقى اوضح ان شاء الله. دوت بيشنت اوضه العمليات على تيبل هي المفروض الدايره بتاعتنا ماشيه بالاكتف راجع بالريتيل والدايره ماشيه زي الفل. في مشكله؟ مش اي مشكله الدنيا جميله وزي الفل. المشكله دلوقتي هتبقى في ايه؟ انا عندي كذا سورس للقلب. انا ليه لما بقول لسه هو الكهرباء الكهرباء بتشيل جسمي بتنزل على الارض. طب ممكن تنزل على الارض ازاي؟ في مثلا حاجه بتاع الحريق لو لمس جلد البيشنت ممكن يحصل حاجه في الجزئيه دي. الجزء ده بتاع الارض لو لمس البيشنت يعمل جزئيه دي نفس النظام. ممكن الاي سي جي نفسه يعمل ارضي ويعمل حرق للبيشنت. تمام؟ فبالتالي ما ينفعش ان انا يعني اخلي اي جزء معدن واصل بالارض يكون متوصل بجسم البيشنت. تمام؟ ودي بعض الطرق اللي ممكن تحصل. ممكن تبقى حاجات صغيره، حاجات انواع، حاجات اكبر على حسب المكان وعلى حسب الحاجه نفسها. طيب في حاجه اسمها سبينكلر، سمعناها؟ ايه السبينكلر؟ جهاز منظر ضربات القلب. ده موجود دوت ايه؟ انتراكتيف، يعني انتراكتيف مزروع. يعني دوت اللي بيظبط لك القلب. واحد عايز يعمل عمليه تمام وفيها سبينكلر وعنده سبينكلر وعايز يشتغل بالايه؟ بالدافئ. بيقول لك الافضل استخدم هنا حاجتين، يا اما استخدم بايبولر تمام او يا اما لو هشتغل مونوبولر ما خليش الكهرباء تعدي ناحيه سكه القلب. طب ايه المشكله؟ شوف كده؟ ايه المشكله لو الكهرباء عدت؟ انا شغال في حته على جنب والبيستنر على جنب، ايه المشكله؟ مثال عملي اهو شغالين هنا واجي البيستنر ودور الليد بتاعه تمام او الترود بتاعه اللي واصله فوق الارض بيتهرب. بصوا المنظر بقى عامل ازاي من جوه؟ يعني دوت ممكن يدمر لك القلب بتاعك. ايه الحل؟ يا اما تستخدم بايبولر او تخلي الكهرباء مثلا ماشيه من هنا لهنا توصل هنا الارضي تمام عشان خاطر ايه؟ الكهرباء ما تجيش تحت القلب وبالتالي تكون الكهرباء ايه؟ قليله. جميل. فيها مشكله؟ طيب النقطه المهمه احنا قلنا في الكات كوبريشن في صوت للكات وصوت للكوبريشن. بعض الممرضات كبروا دماغهم قفلوا الصوت، في مفتاح قفل الصوت، ده أكبر غلط. ليه؟ عشان ما يبقوش صح؟ ليه قفلوا الصوت؟ أو إيه المشاكل لو أنا قفلت الصوت؟ ألارم ليه؟ والله ممكن خلصنا وإحنا حطينا الهاند بيز على جنب
وبعد كده اي واحد ماشي مش في خطوه واحداث غلط عنده الكهرباء شغاله ما فيش اوت اهو اتلسع عشان لو اي حد داس بطريقه ما بالخطا ولا حاجه لازم ارفع واشوف الكلام ده تمام. نقطه مهمه جدا البيشنت بيشتغلوا بيه ساعات بيغيروا الوضع بتاعه اول ما البيشنت الوضع بتاعه بيتغير لازم اول حاجه ابص عليها ايه الارض لان لو مثلا كان نايم كده نايم على جنبه فالارض جزء صغير من لابس الجسم دوت بالتالي هتلاقي كميه حرق هنا ومش مقصوده. المصيبه الكبيره في ايه؟ وانا اسف خلاص كلمه المصيبه ان هي ممكن البيشنت يحصل له حرق وانت مش عارف كدكتور او كممرضه تعرف امتى؟ بعد ما هي تخلص تشيل البيشنت ليه ده؟ يعني هو ابيض ده حصل مشكله كده كده تمام؟ طيب اخر دقيقتين كده سريعا لو الهاند بيس وقعت ولا حاجه طبعا افصلها بالجهاز تمام؟ ودي ملخص كل الحاجات اللي احنا قلنا ممكن نعملها تمام؟ اللي هو السي ام انت كي والحاجات المفروض احنا ما نعملهاش تمام؟ النقطه الاخيره اللي هي بتقول حقيقه علميه يعني الامانه العلميه ان السموك اللي طالع من الدافري في بعض المواد ممكن تكون توكسيك تكون سامه زي مثلا ايه البنزين بتاع دوت حاجات تانيه كده ماشي؟ حد عنده اسئله؟ ايوه بكل بساطه دلوقتي انا حطيت الاوجي هنا تمام ماشي رحت انا مسحت الايد بمساحه كبيره هل انا هتحرق؟ مش هتحرق بدل ما انا ممسكه كده رحت جايب اللمبه طب اللمبه طبعا لها طرفين طرف هنا وطرف هنا تمام يعني انا وصلت مش اللمبه دي طرفين طرف وصلته على الجزء اللي وصلت الار جي وطرف تاني وصلته على ايه؟ اللي هو الجزء اللي هو بتاع الايه؟ الهاند سويتش. فبالتالي مشيت نفس الكهرباء في اللمبه على التوالي. طبعا الكهرباء دي عباره عن سلمت عاديه بتنور من اي كهرباء. بس مش اكتر. يبقى انا وصلتها على التوالي معايا علشان بس الحاجه تبين. انا كان من هدفي ان انا عشان لو شلت الاوجي الجزء الخلايا اللي احنا قلنا عليه دوت لو شلت الاوجي الجزء دوت هي بتفصل الجزء ده. ما انا بقى الباور انا بتحكم فيها مش في سيتنج من اول زيرو لغايه 100% ممكن لما في باور عليها خالص اخلي الباور على واحد بالنسبه انا لو جالي مثلا جهاز دياسيرمي اشتغلت فيه كان بايظ فيه مشكله وصلحته تمام وبجرب كات كواجو واشتغل معايا تمام زي الفل الديجريز اللي هو عليه اللي هي من 1 ل 10 انا ظبطه على 5 اتاكد منين ال 5 هم اللي طالعين دي بقى حاجه ثانيه اسمها كاليبريشن تمام في جهاز خاص دياسيرمي بالكاليبريشن بتوصل للهاند سويتش والاوجي وبيقيس لك كميه الوات المفروض جاي الاول كم وات الاول ماكسيموم مثلا كام 3000 وات على حسب الوات بتاعه يبقى عشان كام بالظبط وات تمام وبالتالي بتشوف بتحسبها من 1 لغايه 10 او من 1 لغايه 100% وتشوف الوات بتاعك ده هو الجهاز خاص بالكاليبريشن نقطه اخيره بس انا هحاول معلش حصل معايا موقف بيقول لك يا جماعه ده سيما فايروس انا دلوقتي عملت التست بتاعي سليم يقول لك في العمليه بيقف يا جماعه سليم اتصرف ازاي؟ نتعالج مع بعض انا ورئيس العمليات الكلام ده حصل معايا شخصيا من يوم 9 الحالة حاجة واحدة والله أنا بقول لكم شغال لو سمحت أنا هتعقب لبست لبس العمليات اتعقمت تعقيم كامل ودخلت جوه العملية وهم شغالين عيني الجهاز أشوف مش تمام صح ولا غلط لأن في نقطة مهمة جدا الجهاز دوت احنا بيحول كهرباء لهاي فريكونسي الترانزستورات لازم ليها تايم معين مكتوب في المانيوال 10 على 30 يشتغل 10 ثواني ويريح 30 ثانية لو فضلت دايس 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 الترانزستور ممكن ينحرق يبقى في دايت سيرتش تفصلك الجهاز خالص وجيت على المكنه اللي احنا بنقول عليهم بنقول لها تمام ممكن حقك ان انت تخش جوه العمليه شغالين انت مهندس اجهزه طبيه وشايف اللي بيعملوه غلط وهم مش معترفين بالغلط يا جماعه الغلط اهو ما ينفعش حد يعمل الكلام ده تمام بس طبعا ايه يعني ما ينفعش تشغل الدافع على طول 30 ثانيه مع بعض هو تشغل 10 ثواني تلاقي 5 ثانيتين ولا حاجه تشغل 10 ثواني وتروح ثانيتين شويه على حسب كل نوع حسب كل جهاز انما تشغلوا بثلاث اربع خمس زي على بعض هستعلمك تقطع واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته اقل ست ثواني كده قطعت بص حته كبيره 10 ثواني دوت زمن كبير في القطع شغال افصل شويه شغال عشان الترانزستور ما يدوش عشان الجهاز ما يفصلش تمام السجاره مش حاميه خالص حاجه حاميه
ايوه حضرتك. هو ممكن عفوا يعني في لو بالايد، لكن لو بالرجل هو هيرفع. لا هو هيرفع وينزل. ف... أو نفس النظام ممكن اون اوف، سواء بالايد او بالرجل. تمام حتى على الاستفهام. حد استفاد حاجه؟ اتمنى يا رب يكون المحاضره عجبتكم، وانا اخد كل الفلوس بتاعتنا.